العلماء واقرأ صنوف الكتب. فنقول عبس وتولى. عبس كلمة، من الذي عبس؟ هو، إذن هو كلمة ثانية. الواو كلمة، تولى كلمة، من الذي تولى؟ هو، الضمير المستتر. إذن هذه مش جملة واحدة أصلا، جملتان. يعني إن لم نستطع أن نفكك إلى كلمات لن نستطيع أن نحدد أنواع الجملة أصلا، من أين تبدأ ومن أين تنتهي. فعبس هو دي جملة ابتدائية لا محل لها من الإعراب، وتولى هو، تولى هو دي جملة معطوفة على ما قبل لها لا محل لها من الإعراب. إذن عندنا الآن جملتان في الآية الأولى، الجملة الأولى جملة ابتدائية، والجملة الثانية هي جملة معطوفة على ما قبلها لا محل لها من الإعراب. وتكملة هذه الجملة الثانية هي الآية الثانية، أي عبس وتولى لمجيء الأعمى، لمجيء الأعمى له، أي أن جاءه الأعمى، أي لمجيء الأعمى له، لأن أنه حرف مصدري وجاء فعل ماض، من الذي جاء الأعمى؟ والهاء. إذن هنا عندنا حرف أن هي كلمة، كلمة تنقسم إلى اسم وفعل وحرف، وجاء كلمة، والهاء كلمة، والأعمى كلمة. ثم بعد ذلك عندما ننظر إلى كتاب الإعراب المفصل فسنجد تفكيك هذه الكلمات. يعني عبس فعل ماض مبني على الفتح الظاهر، والفاعل ضمير مستتر جوازا تقديره. إذن عندنا كلمتان كونت لنا جملة ابتدائية. ثم وتولى، الواو حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، وتولى فعل ماض مبني على الفتح المقدر على الألف للتعذر، والفاعل ضمير مستتر جوازا تقديره هو. إذن بعد ذلك عندنا وتولى عندنا ثلاث كلمات، وتولى هو كونت لنا جملة أخرى اسمها جملة معطوفة على ما قبلها، وتتمت هذه الجملة هي الجملة التالية، أن جاءه الأعمى، عندنا أربع كلمات، أن جاء، الهاء، الأعمى. الذي يفهم إلى هذه اللحظة يكتب كلمة أفهم من فضلكم. يعني ثم نقول والمصدر المؤول من أن جاء هو على تقدير اسم مجرور بحرف الجر اللام، أي عبس وتولى لماذا؟ لمجيء الأعمى له. فأن حرف مصدري ونصب مبني على السكون لا محل له من الإعراب، وجاء فعل ماض مبني على الفتح الظاهر، وهاء الغيبة ضمير بارز متصل مبني على الضم في محل نصب مفعول به مقدم، والأعمى فاعل مؤخر مرفوع وعلامة رفعه ضمة المقدر على الألف للتعذر. ثم نقول بعد ذلك وتأويل المصدر المؤول، إحنا عندنا أن والفعل، إذن أن والفعل درسناه في حروف المصدرية، نقول نريد تأويل المصدر. ممكن نقول والمصدر المؤول منصوب بنزع الخافض. يعني نزع الخافض؟ الخافض هو حرف الجر، أي أنه نصب لأننا حذفنا اللام. أو من الممكن أن نقول في محل جر اسم مجرور بحرف جر مقدر، وهذا أسهل. يعني عبس وتولى لماذا؟ لمجيء الأعمى له، يعني لأن جاءه الأعمى. طب ما المصدر من جاء؟ مجيء. إذن لأن جاءه الأعمى، أي لمجيء الأعمى له. ثم نقول والجر والمجرور يتعلقان بالفعل عبس، اللي هو الجر والمجرور مقصود به اللام المقدرة والمصدر الذي بعده، اللي لمجيء الأعمى له، والجر والمجرور يتعلقان بالفعل عبس. ثم جملة جاءه الأعمى هي جملة صلة الموصول الحرفي أن لا محل لها من الإعراب. ليه؟ لأننا ذكرنا سابقا بأنه عندنا موصول حرفي، والموصول الاسمي يأتي بعده جملة، والموصول الحرفي يأتي بعده جملة، وكلا الجملتين هي جملة صلة الموصول ولا محل لها من الإعراب. إذن أن هنا حرف موصول لأنه حرف مصدري، وكل الحروف المصدرية هي حروف موصولة. إذن جاءه الأعمى هي جملة صلة الموصول أن لا محل لها من الإعراب. إذن التفكيك هو مهم جدا، طبعا مهم جدا جدا. يعني الذي يفهم إلى هذه اللحظة يكتب كلمة أفهم من فضلكم. يعني اطلب العلم أخي فهو درب به نور، به ترقى، به تحيا عالما حرا فخور.